أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات الموقف الحكومي من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وصل إلى مطار صنعاء الدولي مارتن غريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن قادما من الرياض للقاء ممثلي ميليشيا الحوثي. وقالت مصادر سياسية أن غريفيث سيبحث مع قيادة الميليشيا إمكانية خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة. وكان غريفيث قد أعلن في وقت سابق أنه يسعى لعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المشروطة لمناقشة ترتيبات الحل السياسي للأزمة. وكان غريفيث قد أعرب في وقت سابق عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن الذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين. ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية بما تضمن حركة القوات والغارات وهجمات الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية، كما دعا إلى الالتزام بتنفيذ المبادرات الخاصة بالتهدئة وتعزيزها، مشددا على ضرورة العمل من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام. الحكومة وعلى لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح انتقدت دعوة غريفيث لها بالذهاب إلى مشاورات السلام غير مشروطة مع الحوثيين، واعتبرته هروبا للأمام وتغطية لفشله في تنفيذ اتفاق ستوكهولم. نقرأ مستجدات الموقف الحكومي من غريفيث مع ضيوف الحلقة بعد أن نشاهد التقرير التالي. انتقادات حكومية تنذر بتصاعد الخلاف مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مجددا. الانتقادات وردت في سياق تغريدة لوزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح على خلفية تصريحات لغريفيث دعا فيها إلى مفاوضات شاملة بدون شروط مسبقة. الوزير فتح اعتبر أن المبعوث الأممي يحاول التغطية على فشله في إلزام جماعة الحوثيين بتطبيق اتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة والحوثيين في وقت يعاود فيه زيارة صنعاء التي وصلها الخميس بالتزامن مع زيارة يقوم بها ثلاثة سفراء أوروبيين يتحركون على خط الوساطة ذاتها التي يسعى فيه المبعوث الأممي متجاوزاً كماً هائلاً من التعقيدات غير المحسومة حتى الآن. ذهب الوزير فتح إلى حد اتهام غريفيث بأنه يخالف قرار تكليفه ويذهب في تصريحاته خارج المرجعية الثلاث للحل المجمع عليها محلياً ودولياً، ويحاول التضليل عبر تقديم تفسير جديد لاتفاق الحديدة، مختتماً تغريدته بالتأكيد أن الحكومة تدعم الحلول التي تنهي الحرب ولا تؤسس لحرب قادمة. كان غريفيث قد عبر عن اليقين بأن الجميع بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية، وعبر عن اعتقاده كذلك بأن الحل الشامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكهولم أسهل بكثير. سبق للحكومة أن تبنت في مايو من العام الماضي موقفاً غاضباً من المبعوث الأممي كاد أن ينهي مهمته في اليمن، لكن مساعي بذلها أمين عام الأمم المتحدة أنهت الخلاف وسمحت باستئناف المبعوث لمهامه التي لا تزال تكرس النهج المتصالح ذاته مع الإنقلابيين. بعد عامين من المهمة المتعثرة لغريفيث لا دليل على أن الرجل سيغادر مهمته كما فعل سلفاه جمال بن عمر واسماعيل ولد الشيخ، فهو كما تراه الحكومة معنياً بتوفير مظلة للحوثيين الذين يدفعون بالبلد من حرب إلى حرب ويتجاوزون كل الخطوط الحمر دون رادع حقيقي من جانب المنظمة الدولية. على إثر أحدث الجرائم الحوثية في مأرب لم يفعل غريفيث أكثر من إصدار بيان دعا فيه الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية بما يتضمن حركة القوات والغارات والهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية والالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها. إذن أبدأ النقاش في موضوع هذه الحلقة مع ضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي وضاح الجليل. أهلا بك أستاذ وضاح. أهلا وسهلا أستاذ سامي، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. وضح بداية، كيف يمكننا قراءة الموقف الأخير للحكومة والذي جعل لسان الوزير عبد الرقيب فتح حول التصريحات الأخيرة لغريفيث أثناء زيارته إلى صنعاء واتهامه له بالهروب إلى الأمام بدعوته لإمكانية تكون هناك جولة حوار غير مشروطة مع الحوثيين؟ هو بالتأكيد موقف جيد وموقف يفترض أن يكون أعلى من، يفترض أن يكون هذا الموقف أكثر قوة وأكثر تصعيدا، لكن نحن دائما ما نجد أن مواقف الحكومة الشرعية إذا نشاط غريفيث وتحركاته
وسواء جريفيث او غيره من المبعوثين السابقين او حتى سفراء الدول الكبرى والدول الراعيه لاتفاق ستوكهولم او الدول المؤثره في المشهد محليا واقليميا. لكن نجد دائما هذه المواقف موسمية أو بين فترة وأخرى يظهر مثل هذا الموقف الصارم والحازم، وهذه مثل هذا الموقف لا يحظى بالاستمرارية والتواصل وأيضا القوة والإصرار وأيضا التصعيد في مختلف الجبهات إعلاميا سياسيا. أن تذهب الكثير من ردود الأفعال في اتجاهات أخرى، أن تكون هناك أيضا ردة فعل على الميدان، ردة فعل عسكرية تصعد من العمليات العسكرية للضغط على الحوثيين وإجبارهم هم بالتالي على تقديم تنازلات أو إجبار المبعوث الأممي نفسه والكثير من الأطراف الفاعلة على التسريع بقبول اشتراطات الحكومة. الآن جريفيث يريد التسويق لعملية مشاورات جديدة، وهذه العملية يريدها أن تكون بدون اشتراطات. هذه عملية عبثية. مضى حتى الآن 13 شهرا ونيس من حدوث اتفاق ستوكهولم، ومع ذلك الحوثيين هذا الاتفاق لم ينفذ منه سوى بند واحد وهو بند وقف إطلاق النار، والحوثيين يتنصلون ويتهربون كل يوم من تنفيذ هذا الاتفاق برعاية أممية، وجريفيث نفسه يقف كشاهد أو كمشاهد كأنه يتسلى بمسرحية كوميدية تحدث على الأرض ولا يحرك رد فعل حقيقي تجاه هذه التنصلات الحوثية، بل إنه على العكس من ذلك يساهم في تقديم الدعم للحوثيين والتغطية على خروقاتهم وتهربهم. طيب حتى نفهم أكثر وضاح، عندما يقول وأنه يلمح إلى عقد أو يسعى لعقد جولة جديدة من المشاورات غير المشروطة، ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني الذهاب إلى جولة مشاورات دون أن تشترط الحكومة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة، دون أن ينسحب الحوثيون مدينة الحديدة وموانئها، دون أن يكون هناك سقف أو أي طموح لإنهاء الانقلاب، أو لنقل بشكل أكثر وضوحا أن جريفيث يريد من الحكومة أن تجلس مع الحوثيين كند وكطرف مشابه، وأن ويظهر الاثنان كطرفي صراع وطرفي نزاع فقط، ولا لا توجد حكومة شرعية مقابل انقلابيين، فقط طرفي صراع ينبغي أن يكونا متساويين في كل شيء، ومن ثم الذهاب إلى تسوية لا تنهي الانقلاب وإنما ترجح كفة الحوثيين وتكون لصالحهم وتسوق لمشروعهم، وبالتالي يحافظوا من خلال هذه التسوية على كافة المكاسب التي حققوها من الانقلاب والحرب، وهذه المكاسب تتمثل في النفوذ وبناء دولة داخل الدولة واقتصاد موازي لاقتصاد الدولة وميليشيا مسلحة تحمي مصالح هذه الجماعة، مقابل أن تكون الشرعية ومن خلفها كافة أطياف وقوى المجتمع اليمني مجردة من كل شيء، لأننا نعلم أن الحوثيين استولوا على الدولة ومؤسساتها وجيروها لصالحهم، وبالتالي فنحن أمام تدليس يقوم به جريفيث، يريد أن يساوي كل الأطراف والقوى المجتمعية بالحوثيين وأن يضعهم جميعا في طاولة واحدة وأن يقدموا تنازلات للحوثيين، وأقصد بهذه التنازلات تنازلات في الموقف وليس تنازلات أخرى، لأن الحوثي هو من يسيطر على مؤسسات الدولة وهو من يسيطر على غالبية المؤسسات الإيرادية في الدولة، وبالتالي لديه الآن اقتصاد موازي اقتصاد الدولة وهو ما يرجح كفته، بما يعني أن أي تسوية سياسية تحدث وفق هذا المنطق ووفق التوازن ووفق التوازن الموجود حاليا في القوى فإنه يرجح كفة الحوثيين ويؤهلهم في المستقبل للسيطرة
على كل شيء وإزاحة كل القوى والتحول إلى سلطة قمعية، سلطة بمشروع طائفي مناطقي، مشروع سلالي في أدق العبارات، وجعل اليمنيين كلهم تحت رحمة هذه السلطة. هذا ما يريد أن يسعى إليه جريفيث، أو على الأقل أن يدين إذا لم تكن هذه طموحاته، فإنه يريد أن تدوم هذه الحرب وأن تدوم هذه الأزمة ربما خدمة لأطراف محلية، عفوا لأطراف إقليمية ودولية، بما يجعل اليمن بؤرة نزاع ومنطقة صراعات مستمرة تتدخل فيها مختلف القوى وتتوزع مصالحها فيما بينها البين هناك، وأيضا تقوم بتسويق مشاريعها وحتى تسويق أسلحتها وبيعها. جريفيث للأسف مضى حتى الآن ما يقارب العامين منذ توليه هذه المهمة وهو لم يقم بإنجاز أي شيء حقيقي. طيب سنتحدث عن ما الذي أنجزه خلال السنتين وتحديدا اتفاق ستوكهولم، ما الذي نفذ منه سأعد لك وضح. ونشرك معنا أيضا من القاهرة بالنقاش مصعب عفيف زميل الصحفي، أهلا بك مصعب. اهلا ومرحبا، حيا الله استاذ احمد. بدايه مصعب، ما هو تعليقك عن دعوه جريفيث ومسعاه لان يكون هناك جوله حوار جديده مع ميليشيا الحوثي لكنها غير مشروطه؟ بكل تاكيد هذا موقف محاوله من الرجل القفز على ما على الفشل الذي تحقق خلال الفتره الماضيه. غريفيث يحاول بشكل قوي الاستمرار في مهمته في اليمن رغم هذا الفشل والتعثر الذي يجب أن يدفعه إلى الاستقالة وليس إلى عقد جولة من المشاورات جديدة، جولة يعلم الجميع ماذا ستكون نتائجها. الكثير من الجولات خلال السنوات الماضية، نحن نتحدث عن أكثر من 3 إلى 4 جولات من المشاورات التي فشلت مع جماعة الحوثي. غريفيث هو الآن يحاول الاستفادة من أي متغيرات عسكرية أو سياسية مع العام الجديد، يحاول إتمام مهمته بأي طريقة وبأي شكل كان، لا يهمه من أو لا يهمه الفشل الذي حدث خلال الفترة الماضية. يريد الآن ربما الضغط على الحكومة الشرعية واستغلال حالة تخبط ما بين الشرعية والتحالف العربي لتمرير أي مشاريع هي مشاريع تقف وراءها دول إقليمية ودول وأجندة دولية أيضا. الرجل هو عبارة عن موظف لدى الأمم المتحدة وينفذ هذه الأجندة، لكن يبقى الحل النهائي أو الحل الذي سيوقف هذه المعمعة الأممية هو الموقف الحكومي وموقف التحالف العربي باستمرار هذه الحرب في اليمن أو انتهائها. طيب تعليقك عن الموقف الحكومي، هناك موقف ومستجد من قبل وزير الإدارة المحلية، موقف الحكومة لكنه جاء على لسان وزير الإدارة المحلية، كيف تقيم هذا الموقف؟ بالنسبة للموقف الحكومي حتى الآن لم يرقى إلى مستوى الفشل الأممي وفشل المبعوث الأخير، المبعوث الأممي مارتن غريفيث تحديدا. نحن نتحدث عن اتفاق ستوكهولم، مر على 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 هذا الاتفاق أكثر من عام كامل، لم يتم تنفيذ أي بند من بنوده حتى البند الأول وهو بند إيقاف إطلاق النار في الحديدة، لم يتم تثبيت إيقاف إطلاق النار حتى اليوم. لا زالت الهجمات العسكرية مستمرة ولا زالت المواجهات تشهدها الكثير من المناطق في الحديدة، في الأحياء الشرقية للحديدة والمديريات الجنوبية في حيس وتحيثة والدريهمي. خلال أكثر من عام سقط هناك مئات المدنيين قتلى والآلاف سقطوا مصابين بقذائف وبالرصاص وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة أيضا الألغام. يعني أن هذا الاتفاق لم يؤمن حتى المدنيين. مبرر اتفاق ستوكهولم هو جاء لإيقاف المعركة من أجل حماية المدنيين في الحديدة، لكن خلال عام
وأشهر لم يتم حماية المدنيين، بل على العكس تماما ارتفعت فاتورة الضحايا من المدنيين. أيضا يعيش اليوم السكان داخل الحديدة حالة من الحصار، المدينة شبه مشلولة، تعيش وضع مأساوي وكارثي. طيب ساعدنا أتحدث معك عن ذلك وأنت قادم من الحديدة ومطلع أكثر ربما عن الوضع، لكن أعود لي الأستاذ وضاح الجليل. أستاذ وضاح، الوزير الإدارة المحلية عبد الرقي فتح يقول أنه جريفيث خالف المهمة التي جاء من أجلها، والتي هي في الأساس يفترض أنها تقوم على احترام المرجعيات الثلاث للحل السياسي. هل فقط هذه هي الإشكالية الوحيدة للحكومة مع جريفيث؟ نعم، هناك إشكاليات أخرى ليس هذه فقط. خلال عامين ما يقارب من عامين من عمل جريفيث وتعيينه لهذه المهمة لم ينجز شيئا، هو فقط قام بخدمة الحوثيين، وربما هو مشى على خطى وعلى نهج سابقيه لكنه بأكثر وقاحة وبدعم من أطراف دولية، كونه أولا ينتمي للمملكة المتحدة وهذه لديها أجندة مختلفة في المنطقة وفي اليمن تحديدا، وبالتالي قامت بدعمه أكثر من سابقيه. ورأينا الكثير من التصريحات لمسؤولين بريطانيين حول الأزمة والحرب في اليمن كانت بأغلبها تخدم الحوثيين أو تساعدهم في البقاء والنفوذ وتظهرهم وكأنهم طرف أو قوة مجتمعية حقيقية لديها تطلعات وطموحات وليس طرف انقلابي استولى على الدولة ومؤسستها ويشن حرب على اليمنيين. حتى اللحظة جريفيث لم يحدد مثلا من يخرق اتفاق الحديدة أو يخرق وقف إطلاق النار في الحديدة ويرفض تنفيذ هذا الاتفاق، لم يقل لنا بصريح العبارة ما الذي يحدث في الحديدة وما هي التفسيرات الحقيقية لاتفاق ستوكهولم الذي قام بإعداده وصرفه بتلك الطريقة، وحتى خرج علينا اتفاقا مبهما غامضا كان كل طرف يفسره وفق رؤيته ووفق مصالحه، والحوثيون منذ اللحظة الأولى فسروا هذا الاتفاق بما يناسبهم، ومباشرة خرج محمد عبد السلام بعد حدوث الاتفاق للتصريح بأن هذا الاتفاق يصب في صالحهم وأنهم لن ينسحبوا من مدينة الحديدة، وحتى الآن لم ينفذ من هذا الاتفاق شيء، وجريفيث لم يقل من يعرقل هذا الاتفاق ولم يهدد بصريح العبارة، لم يهدد أيضا من يرفض تنفيذ الاتفاق بأي عقوبة. كذلك يريد السعي إلى الدخول في اتفاقات جديدة، وهو ما يعني أن جريفيث يسعى لتجزئة القضية اليمنية والأزمة اليمنية إلى مجموعة قضايا. عندما حدث اتفاق ستوكهولم تم عزل قضية الحديدة وموانئها عن بقية ومجمل الأزمة اليمنية، وتوجه وبقي الصراع والنقاش والجدال حول الحديدة بمعزل عن كل شيء آخر في اليمن. الآن يريد جريفيث الذهاب إلى جولة مشاورات جديدة يقوم من خلالها أيضا بعمل تجزئة أخرى للقضية اليمنية، سيكون هناك اتفاق آخر سيدور حوله الجدل والنقاش لأشهر وربما أعوام دون أن نصل إلى شيء. هذا ما يسعى إليه جريفيث، وكل هذا يخدم الانقلابيين. إذن هو لم يكن فقط تنصل من المرجعيات الثلاث، بل هو يعمل أيضا على تعقيد الأزمة أكثر مما هي معقدة وتجزئتها أكثر وتشويه الموقف الدولي نحوها. حتى الموقف الدولي المعلن من خلال الخطاب الدولي يريد أيضا جريفيث أن يقوم بتزييفه ليتناسب أيضا مع المواقف التي تحدث في الخفاء ومن وراء الكواليس، أقصد أشكرك أستاذ وضاح، القوى الدولية التي تقدم دعما للحوثيين في الخفاء. نعم تفضل. شكرا جزيلا لك الأستاذ وضاح الجليل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. ومن اسطنبول ينضم إلينا الزميل الصحفي حفظ الله العميري. أهلا بك حفظ الله. مساء الخير حفظ الله. على لسان وزير الإدارة المحلية، الحكومة
تتهم جريفيث بالهروب للأمام، بالنسبة لك هل هذا اتهام أم حقيقة؟ أخي الكريم، أنا شخصيا تفاجأت من دعوة جريفيث إلى التهدئة. الحوثيون من سنة أو من أكثر من سنة من بعد اتفاق ستوكهولم كل يوم يقومون بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في حديدة، يرتكبون كل الجرائم الذي لا تخطر على بال في هذه المحافظة المنكوبة وفي كل المحافظات اليمنية. وجريفيث لا نسمع له أي تصريح ولا نسمع له أي صوت. اليوم بعد أن بدأ الحوثيون، يعني على فكرة هذه المعارك التي تدور الآن في نهم وغيرها، هم بدأ الحوثيون أرادوا تطويق الجيش الوطني، ولكن الجيش الوطني قام بردة فعل، وكانت ردة فعل الدفاع عن النفس. الحوثي اليوم جريفيث بعد أن اشتد الخناق على الحوثيون يقوم يطلق هذه التصريحات المستغربة جدا. لا أدري يعني أين كان هذا المبعوث الأممي من سنة، أين كان هذا، أين كانت هذه التصريحات الرنانة، أين كانت؟ يعني الحوثيون يقومون بكل الجرائم، قرقوا وقف إطلاق النار عدة مرات والمبعوث الأممي ساكت. يجب أن يكون للحكومة رأي، ويجب أن لا يقتصر على التصريحات في وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن الحكومة اليمنية أن تتخذ موقف من هذا المبعوث الأممي الذي أصبح عبارة عن أداة لتمرير مشاريع دولية عن طريق ميليشيا الحوثي. طيب عبد الله سأعود لأسألك عن خيارات الحكومة عن اتخاذ أي ردة فعل تجاه الجرائم الميليشيات. طيب سأعود لأسألك عن خيارات الحكومة للتعاطي مع تصريحات ودعوة جريفيث وإمكانية تمريرها. أعود مرة أخيرة لزميل الصحفي مصعب عفيف من القاهرة، وهو قادم من الحديدة، وربما كنت مطلع بشكل شخصي وقريب على الوضع في محافظة الحديدة وطبيعة الحياة والأوضاع فيها منذ تقريبا 13 شهر هو عمر اتفاق ستوكهولم. في الحديدة ما الذي نجح فيه جريفيث على الأقل برأيك؟ مصعب طيب يبدو أن فقدنا التواصل مع مصعب عفيف، عود لي حفظ الله. حفظ الله، هل هناك أي خيارات أخرى غير الموقف الأخير لعبد الرقيب فتح بالنسبة للحكومة الشرعية وهذه الدعوات أو كما يصف البعض بمشاريع جريفيث، هل هناك إمكانية لتمريرها وأن تصبح أمر واقع؟ نعم، مع الحكومة عدة خيارات للتعامل مع الموقف أو مع مواقف جريفيث الأخيرة. أولها المطالبة بتغيير هذا المبعوث الذي أبدأ انحيازا واضحا للميليشيا الحوثية، وأبدأ انحيازا واضحا لتمرير بعض المشاريع الدولية والإقليمية في اليمن. الأمر الثاني هو الانسحاب من اتفاق ستوكهولم الذي وقف حجرة عثرة أمام تقدم الحكومة اليمنية والجيش الوطني والسيطرة على ميناء الحديدة الذي يتدفق من خلاله السلاح والمعدات والأموال إلى ميليشيا الحوثي في اليمن. هذان الخياران هما وتحريك الجبهات، ويعني هذا الثلاث الخيارات هي الخيارات الأكثر ملائمة للرد على هذه التصريحات وللرد على خروق ميليشيا الحوثي الذي تسفك الدماء يوميا في المحافظة اليمنية التي تسيطر عليها وحتى التي خارجها عن طريق إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. شكرا جزيلا لك حفظ الله العميري، الصحفي كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم وديعة طفيمان.